تم القبض. تمكنت شرطة الرياض من القبض على مواطن في العقد الثاني. شفت حلم مصدر. وسعى الابتلال لشهيد السوشيالية. حتى تم ايضا. تكفى يا ياسر، والله ما نمت من البارح، خل نروح لمها ونحل الموضوع ونقفل القضية. الحين طول بالك وروق، بإذن الله الموضوع بينحل. حلوم حلوم حلوم، عجزت أنام أمس، عجزت أنام. ما عليك، بروح بيتهم خلينا نحل الموضوع. شوف يا جوان، في عقد إعلان مرة حلو بيجوز لك، بس وشو؟ معلنين يبغون يجلسون معك ويشوفون نسبة مشاهداتك. أصلاً مشاهداتي كلها كم يوم نازلة؟ 60 70 100 ألف. إيش قاعد تقولين تستهبلين؟ الأسبوع اللي فات كانت مليون وشي، شلي نزلها الكثر؟ مليون مشاهدة علشان الإثارة اللي سويناها مع ذيك وزوجها، إيش فيك نسيتي؟ معناته إحنا لازم ندورنا على محتوى يحرك المتابعين، ترى كذا الوضع ما يصير. يا ذا المحتوى اللي جنني، ما في شيء ما سويناه، قضى. ما عليه، خليني أنا بشوف وبتصرف، ندور محتوى لين ما نشوف لنا حل المصيبة اللي إحنا فيها. شكل المعلن جاء، الحين وش أسوي؟ ما عليه، انت خليه يدخل الحين وانا بتصرف. سيلا! يس ماما. افتحي الباب. يس ماما. ها وش نسوي؟ شوفي، كل منتج نعلن عليه لازم يكون فيه مصداقية، يعني لازم نجربه، وهذه حجة وحاجة ان احنا نأخرهم. والله ما انت بسهلة. ادشر بجيح تخلط علي وتدخل بيتي؟ والله مالي دخل، الشغالة فتحت لي الباب وقالت ادخل. يا اخت جوان، وهو جاي يعتذر ومستعد يسوي اللي تبينه. برا، اطلع برا. جوان هدي هدي، جوان هدي، خلينا نشوف الرجال ايش عنده. يعني انت الحين متنمر عليها ولاحقها لين بيتها ومقتحم بيتها وداخل لين الصالة، يعني تقريبا هذه فيها غرامة ما يقل عن 500 ألف. وتم القبض. الله عليك، يعني واضح عليك انك فاهم وعارف. بعدين انت مبين عليك انك شخص طيب ومسكين، وجهك مو بوجه مرمطة وبهذلة. معلش يا اخت أريج. والله ونعم اخت أريج، ترى الولد مسكين حالته صعبة، وابوه فيه الضغط والسكر. ابوي انا؟ ايه ابوك. ايه صح، ابوي في الضغط والسكر وفي كوليسترول بعد. ايه، وامه لو درت ان ولدها بينسجن تجيها جلطه. صح يا اخ ياسر، تقدرين تدلعيني يا سوري؟ يا سوري. ايه نعم يا سوري. شوف انا بحل لك هالموضوع بس بشرط. وشو؟ تنفذ كل شيء اقول لك اياه بالحرف الواحد. ابشر بعزس، انفذ لك اللي تبين. بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله عليك، ترى كنت بتطيحيني معاك. اسمعيني، انا صاحيه ومركزه وعارفه ايش قاعده اقول لك مره زين. بطلي عنك العصبيه واسمعيني الحين. انت مو تبين اثاره محتوى في سناب؟ ردي علي. ما ابي. هذا هو المحتوى. اسمعيني، سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربه، بيرفعون عندك الفيو ويزيدون عندك السناب، فهمتي؟ وبعدين ايش فيك انت؟ ترى هذا زواج شكلي مو بزواج صدقي. طيب زواج شكلي، بس تصور معي سناباتي ويطف وجهها وينقلع. وا ما ينفع الثاني؟ ما ينفع كفته. اوف 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 اوف، من وين ليش ذا كله؟ خلصني، انا الحين بصورك وبتكلم. اول ما اشر عليك ابيك تقول تستاهلين اكثر حبيبتي. طيب ابشر. ابتسم. طيب خلاص لا تنفخين. سنابيز، أدري إنكم بتفاجئون، بس أنا لي 5 سنوات مخطوبة، والبارح كان عرسي، وهذه هداياي، وهذا قلبي عام. هلا والله، هلا والله وسهلا، تستاهلين أكثر يا عمري. ها كيف، ممتاز. رح. كم من 10؟ رح. وين أروح؟ رح بيتكم، خلصني. طيب خلاص أوكي. هلا والله، هلا والله وسهلا. ما شاء الله تزوجت؟ من هي؟ أختك؟
لا يا ابن الحلال وش اللي اختي، هذه السنابيه جوان لو تشوف زوجها معطيها هدايا. ايه مو بنا مالت علي وعلى حظي. وانا وش دخل اهلي بجوان وهداياها ولا زوجها هالرمه؟ الله لا يوفق من صنع الواي فاي والسناب. ما تشمين خدان احترق، قومي تعالي نشوف المشاهدات. خليني نشوف. خلال ساعة واحدة 400,000 مشاهدة؟ إن شاء الله نهاية اليوم مليونين. شفتي قلت لك أصلاً سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربة. الله يعطيك العافية. عشان تاني مرة تسمعين كلامي. يما يما الحقوا ولدكم الخبل. خير وش صاير؟ عامر تزوج. لما عزمنا؟ اسكت انت. اي سنابي هذه اعرفها بسناب مشهورة. شش. انا من 5 سنوات مخطوبة والبارح كان زواجي. عجيب. وش هالبنت ذي كاشفة راسها قدام الناس؟ يا فضيحتنا. لا وجايبها هدايا. طيب منين الروس هذه؟ وانت بس هذا اللي هامك؟ وين وين؟ اهلين يا زجوان، عاد ما اطول عليك. لا والله ابتلشنا، شكل العالم كله درت. أنا أوريك بعدين أوريك. الله يرحم والدين خلفوكم بدون عنف أسري. أي عنف أسري اللي ما تستحي على وجهك؟ وش هالسوعة اللي مسويها أنت يا هالسلوقي؟ طب هدو تذكريني يما الحلم اللي قلتي لي اياه، الحلم الحرمه اللي تربط برجولي حبل، تذكرينه؟ انا اللي بلي ظهرك بهالعصا. اي قلدها قلدها. لا بارك الله فيك. والله غصب عني يبا، والله مو بكيفي، والله مو بكيفي. ايش اللي يكفيكي؟ اجري ديبه تكفى. امسكي يا ابو عامر. اي خل جوان تنفعك يا زواجك. اوف 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 وش ذا الموتر؟ اسمعي يا المكشة، أبوي وأمي يطردوني من البيت وزعلوا علي، وهم أهم 2 بحياتي. أنت شفت السيارة اللي برا؟ إيه شفتها. هذه هدية لك. لي أنا؟ هدية لك. شف أنا بربط عيونك طيب؟ بصور سنابة، أبيك تمشي معي وبفكها وأبيك تفاجأ. وليش أتفاجأ؟ أنا دخلت وشفتها خلاص. أنت جنتني؟ وش فيك عبيط كذا؟ سو اللي قلت لك عليه وبس. ترى ها تم القبض. لا 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 خلاص بسوي لي اللي تبين، كلش الا تم القبض. بس اسمعي اذا خلصنا الفيلم ذا ابمشي. تعال. يا هلا والله بسناب، اليوم بفاجئ زوجي حبيبي عامر. اشوف 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 سبرايز. شوف هناك شوف هناك. اوه 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 هذه ليانا. لك يا قلبي يا حبيبي. كثر الله خيرك، الله يوفقك الدنيا واخره. والله ما مصدق عيال. اوف 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 هذه لي انا اكيد. لك يا قلبي لك. والله اتحداك الموت البطل يجي التيوان على الفره. ما يترك طبعه. يلا نطلع. يلا يلا. بعد اذنكم بعد اذنكم يا شيخ. وش اسوي لك انا؟ انا وش اسوي لك؟ الحين خلصنا. يلا مع السلامه. وي 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 تعال 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 تعال. باقي ما خلصنا. وش باقي بعد؟ ها يا عمري عجبتك السيارة؟ اي والله مرة ما شاء الله ممتازة. يا بعد عمري تكسرها بالعافية لب دلالك. الله يعافيك ما قصرتي.
الحين أنا وزوجي جالسين نجهز لرحلة المالديف شهر عسل 10 أيام. ها جاهز؟